اهلا بحضراتكم مره تانية. طيب خلينا نبتدي نتكلم على مباراه الاهلي وبيراميدز. الواحد والله بصراحه النهارده ايه بقى مش هيعصب نفسه ولا يتعب نفسه لان ما فيش حاجه بتحصل يعني. انا هنا كلامي على اتحاد الكوره في مصر يعني، لان الوضع وصل لمرحله صعبه جدا صعبه جدا من الاداره يعني. فخلينا نشوف يعني. اول حاجه من ضمن الحاجات يعني الغريبه، الكابتن عصام فتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الكرة المصري أعلن عن حكام مباراة الأهلي وبيراميدز بكرة، هو أعلن امبارح تقريبا أو أول امبارح يعني. مين بقى الحكام؟ حكم ساحة ستيفن كوفيكس، ده حكم روماني ومعه مساعدين رومانيين اللي هم إيه، الحكم المساعد والمساعد الثاني والحكم الرابع. حلو، قدام حضراتكم على الشاشة. أدي حاجة. جبنا بقى حكام تانيين خالص، خلي بالك بقى يعني احنا مش بس اكتفينا بحكام رومان، لا احنا عملنا تشكيله كده كوكتيل، عارف الكوكتيل؟ قلنا لا نعمل حاجه جديده من نوعها، تعالى بقى نجيب ايه؟ طاقم حكام للفار من المجر. حلو. تعالى بقى نقول ليه الكابتن عصام فتاح عمل كده؟ اول حاجه الاهلي طلب قبل ماتش الزمالك، قال لهم يا جماعه انا عايز حكام اجانب، بعد اذنكم هاتوا لي حكام يكونوا كويسين ومصنفين ومن خمس دوريات الكبرى. ايه خمس دوريات الكبرى؟ الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، الدوري الفرنسي، الدوري ايه تاني يا جماعه؟ هولندي ماشي، او الالماني، الالماني. حلو. فقال لك حاضر. جابوا مين؟ الحكم الاسباني اللي كان بصراحه تحفه تحفه، الراجل ما شاء الله يعني، بصراحه يعني كان حكم فعلا كاننا ما كناش نتفرج على تحكيم في مصر، وعمل مباراة كبيرة جدا قدام نادي الزمالك رغم ان هو مش حكم مصنف ولا افضل حكم في اسبانيا ولا حاجة، دولي من 2019 بس عدت ماشي. لكن المرة دي الاهلي برضو عايز حكام من الخمس دوريات الكبرى في اوروبا. فالكابتن عصام فتاح عمل ايه؟ جاب له حكام مش من الخمس دوريات الكبرى، ده حتى حكام مش من العشر دوريات الكبرى، مش من العشر دوريات الكبرى، ايا كان بقى حط الدوريات اللي انت عايزها، يجي بعديهم الدوري الروماني ويجي بعديهم الدوري المجري. فهنا سؤالين، ايه السبب ان احنا نجيب الحكم ده؟ والسؤال الثاني، ايه السر في التشكيله والكوكتيل اللي حصل ده في طاقم الحكام؟ يعني انت جبت ناس بتوع فار مش معتمدين اصلا فار بالمناسبه من المجر، وجبت حكم روماني اصلا عنده فضيحه قبل كده بالمناسبه، هو ممكن يعمل ماتش كويس، بس احنا ممكن نتجنب الحاجات اللي زي دي. ليه نعمل جدل وليه يبقى فيه كلام؟ الحكم ده جه حكم مباراه الاهلي والزمالك في 2019، المباراه الشهيره بتاعت الملعب كان غرقان ميه في برج العرب وكلام من ده، وكان الكابتن عصام عبد الفتاح في التوقيت ده قال تصريح قبل الماتش، قال ضيق الوقت هو اللي خلانا نجيب الحكم ده. حلو. المره دي برده كان ضيق الوقت ولا هو في علاقه ما بين الكابتن عصام فتاح والحكم ده؟ الحكم ده بقى فضيحته ايه؟ الراجل كان عنده ماتش ما بين السويد وتركيا في دوري الامم الاوروبيه في 2018. السويد عندهم مهاجم اسمه بيرج، ده كان مهاجم كويس وكان مهاجم ساعتها العين الاماراتي. فالشوط الاول خلص، بين الشوطين راح لمين؟ للحكم اللي هو مين؟ ستيفن كوفيكس اللي هيحكم ماتش بكره، اللي هو الحكم الروماني. قال له كوفيكس انا دلوقتي ليا ضربه جزاء في الشوط الاول انت ما خدتش بالك منها وما شفتهاش يعني. قال له يا راجل بجد؟ قال له اه والله. قال له طب اعمل معاك ايه؟ طب انا طب بص انا هراجعها، لو طلع عليك ضربه جزاء هعوضك في الشوط الثاني. والله ده حصل طبقا لايه؟ تصريحات مين؟ بيرج المهاجم بتاع السويد اللي قالها في الماركه، صحيفه الماركه الاسبانيه. وفعلا الراجل شاف الفيديو وحس ان هو غلط فضميره انبه، ففي الشوط الثاني في الدقيقه 71 تحديدا حسب ضربه جزاء ليه منتخب السويد. هي دي فضيحه ولا مش فضيحه؟ فضيحه. طب هو انا انت يا كابتن عصام ناقص مشاكل؟ يا كابتن عصام انت ناقص انتقادات؟ انا عايز يعني افهم بصراحه، نفسي اعرف الراجل بيفكر ازاي او اهدافه ايه. في وجهه نظري انا شايف ان الكابتن عصام عبد الفتاح عنده توجه ما ضد الاهلي، يعني قرايه المشهد كده. بدليل ايه مثلا؟ بدليل ماتش الزمالك خلص قال لك اصل في امام عاشور ليه ضربه جزاء، اللي العالم كله قال لك مش ضربه جزاء، اللي هو اصلا الكابتن عصام اصلا ما بينتقدش حكام مصر ما بيغلطوا، ورايح ينتقد الحكم الاسباني اللي علم الكابتن عصام فتاح التحكيم في الماتش ده.
يعني الحكم الاسباني علم الكابتن عصام عبد الفتاح وحكامه التحكيم، قال لهم الامور كده في الملعب بتدار بالطريقه دي، لا في روح بروتوكول ولا في احتواء، ورايح الكابتن عصام عبد الفتاح يعلق عليه. فده معناه ايه؟ وجهه نظري لا، في توجه ما ضد الاهلي من الكابتن عصام عبد الفتاح، وخصوصا بعد الحكم اللي جاي بكره، وده امر غير مقبول. وهقول لحضراتكم حاجه كده، معلومه اخيره قبل ما اقفل الملف ده، ودي معلومه مؤكده، معلومه انا متاكد منها 1000000%. الكابتن عصام فتاح نفسه عايز يمشي من الاتحاد، عايز يمشي من اللجنه. تمام؟ تخيل بقى حضرتك مين المتمسك بيه؟ اتحاد الكوره. مين اعضاء المجلس متمسكين بالكابتن عصام فتاح، وبيقولوا زي ما انا بقول لك كده بالحرف، بيقولوا الراجل هو رجل المرحله، والراجل بتاع شغل جامد قوي وبيشتغل على نار يعني، فما ينفعش يمشي. تخيل، تخيل بعد كل المشاكل دي.